أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بالتعريف بمادة الدراسات الاجتماعية، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي الأعزاء. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سنقوم بالتعريف بكتاب الدراسات الاجتماعية ومحتويات هذا الكتاب وأهمية دراسة هذه المادة. الدراسات الاجتماعية هي المواد التي تقوم بتدريس العلاقة بين الإنسان وبيئته المحيطة به، وتوضح أيضا تأثره به وتأثيره فيها، وذلك لتعزيز الكفاءة المدنية. وتوجد لها عدة فروع، وهي العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية وقسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم التربية الوطنية وقسم الاقتصاد. ويعتبر مصطلح الدراسة الاجتماعية مصطلحا شاملا لجميع المواد، ولكن تكون بطريقة مبسطة تناسب المستوى التعليمي للطالب، وذلك لتأهيله وإكسابه مهارات فهم العلاقات البشرية. تعود أهمية الدراسات الاجتماعية إلى أنها تربط بين الزمان والمكان، وتساعد في تكوين أفراد نابغين في المجتمع. أما عن طبيعة الدراسات الاجتماعية فهي مشتقة من العلوم الاجتماعية، أي أنها ذات العلوم، ولكنها تهتم بعرض المعلومات للطلاب بما يتناسب مع مستواهم الفكري وبطريقة مبسطة ليتمكنوا من فهمها. أما العلوم الاجتماعية فهي تهتم بطبيعة المعرفة والبحث في الحقيقة بغض النظر عن درجة تعقيدها. وتوجد العديد من الأهداف للدراسات الاجتماعية، أهمها إلمام الطالب بالمعرفة ومنحه للمعايير والقيم الأخلاقية التي يحتاجها، إضافة إلى إلمامه في عرض الدرس وتشجيعه على تقييم نتائج التعلم وغيرها. سنتحدث أيضاً عن أبرز النقاط للدراسات الاجتماعية. فروع الدراسات الاجتماعية: فرع العلوم الطبيعية، وفرع العلوم الاجتماعية، وفرع العلوم الإنسانية، وفرع قسم التاريخ، وفرع قسم الجغرافيا، وفرع التربية الوطنية، وفرع الاقتصاد، وعلم الإنسان، وعلم النفس، والعلوم السياسية والفلسفة. إذن عزيزي الطالب، جميعها تندرج تحت مسمى العلاقات، مسمى الدراسات والعلاقات الاجتماعية. في الوحدة الأولى عزيزي الطالب سوف نتحدث عن المواطنة. المواطنة مقوماتها الهوية الوطنية والمواطنة العالمية. المواطنة هي الحقوق التي تمنحها الدولة للأفراد الذين يحملون جنسيتها، بالإضافة إلى حصولهم على الامتيازات التي توفرها هذه الدولة والاستفادة منها. أما الوحدة الثانية عزيزي الطالب فسوف نتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. سوف نتعرف على مفهوم الديمقراطية، سوف نتعرف على الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان. محتويات هذه الوحدة: الديمقراطية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل. إذن أيضا سوف نتعرف على حقوق المرأة وحقوق الطفل. أما الوحدة الثالثة عزيزي الطالب فهي بعنوان البيئة والموارد والسكان. سوف نتعرف هنا على تطور علاقة الإنسان ببيئته، على العوامل الطبيعية وتوزع السكان، على الأنشطة البشرية وأشكال سطح الأرض، على التجارة الدولية، وعلى الاقتصاد والريادة.
الوحدة الرابعة بعنوان حضارات بلاد الشام، والوحدة الخامسة التنوع الثقافي والتراث، والوحدة السادسة المهارات الحياتية. وقبل الانتهاء عزيزي الطالب، لابد لنا أن نذكر أهمية الدراسات الاجتماعية، فهي تساعد الفرد على أن يكون مستنيراً وأن يكتسب العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه ويعرف ضوابطه. تمكن الفرد من معرفة المكان الذي يعيش فيه وفهم جغرافيته واحترام تاريخ أجداده وماضيهم، وكيف أن هذا الماضي ساعد في تشكيل الحاضر الذي تعيشه الآن. ترفع وعي الفرد وتجعله ملماً بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحيط به، وتوجهه لمساعدة مجتمعه. تنمي مهارات التفكير عند الأفراد وتقوي أساليب الاستدلال لديهم، تساعد على استيعاب أفكار وطرق التفاهم والتعاون الدولي، وبالتالي المساعدة في فهم الآخرين وتعزيز التضامن معهم. كما أنها تؤكد على القيم الاجتماعية في المجتمع وتعين على الالتزام بها وتعليمها للأجيال القادمة، وتساعد على احترام كفاءة المتعلمين ومعرفة حقوقهم، وتشجع على الاعتماد على النفس وضبطها. تساعد في حل المشكلات البيئية والمحافظة على موارد البيئة ومعرفة حدود الإنتاج المتوفرة. إلى هنا عزيزي الطالب، أكون قد انتهيت من التعريف بمادة الدراسات الاجتماعية. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.